نعم. في سؤال ثاني شيخ الكريم تقول: هل يجوز للزوج والزوجة أن يناما على فراش واسع في نهار رمضان؟ لا بأس أن ينام الزوجان على فراش واسع، إنما الممنوع حصول المسيس بينهما بالجماع. نعم. فإن الجماع بين الزوجين مختارين في نهار رمضان من كبائر الذنوب، ولهذا رتب فيه المعصية، رتب فيه أيضا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا أمن وأمنت ألا يحصل بينهما مسيس جاز النوم في فراش واحد واسعا كان أو غير واسع، والله أعلم.